الزحام المروري في مصر أزمة متفاقمة منذ عقود، لم تفلح معها كل المسكنات أو الحلول المؤقتة، وأصبحت كالورم السرطاني الذي يتمدد في كافة الطرق، حتى صارت القاهرة الكبرى نموذجاً فريداً لأكبر وأضخم ساحة انتظار للسيارات. عندما نتحدث عن غياب منظومة المرور في القاهرة الكبرى تحديداً، نجد أن الأسباب متعددة، بدءاً من غياب التخطيط العمراني والتكدس في حيز ضيق وزيادة أعداد السيارات مروراً بتضارب وشيوع المسؤولية، وذلك نظراً لتعدد الهيئات والجهات الحكومية المسؤولة عن المنظومة، وليس انتهاءً بانتشار التوك توك. هذا إلى جانب السلوكيات الفردية السيئة وغياب ثقافة احترام الطريق. وفقاً لأحدث التقارير والإحصائيات، فإن القاهرة تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم عقب دولة الهند من حيث الازدحام المروري، حيث يبلغ عدد المركبات المرخصة أكثر من 11 مليون سيارة، حيث تضاعفت أعدادها في 3 سنوات فقط. المواقف العشوائية أصبحت حجر عثرة أمام أي محاولات لإعادة الانضباط لشوارع القاهرة والجيزة. سيارات الميكروباص تضرب بالقواعد المرورية عرض الحائط، والسائقون يتوقفون في أي مكان دون اكتراث لتسببهم بهذا السلوك في خنق الشوارع، خاصة في مطالع ومنازل الكباري والميادين الهامة. فقد فرض أصحاب سيارات الأجرة مواقف في العديد من الأماكن بعيدا عن رقابة الأحياء، مستغلين حاجة الركاب لفرض تعريفة ركوب تتوافق مع أهوائهم. واستغل سائق السيارات أيضا بعض الميادين والشوارع الحيوية وأماكن التجمعات لنقل الطلاب والموظفين إلى محطات المترو، متسابقين في تكدس مروري واشتباكات لا تنتهي مع أصحاب المحال وقائد السيارات الخاصة. والأخطر هو تعرض السيدات والفتيات لمعاكسات نابية من قائدي هذه المركبات المخالفة. التوك توك سبب آخر من أسباب الأزمة المرورية في مصر، ظاهرة انتشرت بشكل كبير جدا في أغلب محافظات مصر وبسرعة كبيرة تدعو للتعجب، أصبح أحد العلامات المميزة للشارع المصري. وفي حين يعتبره البعض أحد أهم الحلول العملية لمشكلة البطالة في مصر، حيث استوعب أعدادا هائلة من الشباب، بالإضافة للباحثين عن تحسين مستوى معيشتهم من خلال أعمال إضافية، إلى أن وجهة النظر الأخرى تحمل التوك توك مسؤولية ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في مصر. اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد أن الوزارة تسعى لإنهاء تراخيص التوك توك في فترة أقل من 6 شهور، وقال أن التوك توك يهدر أموالاً كثيرة على الدولة ويتسبب في مشاكل كبيرة وفوضى أكبر، لذا تسعى الحكومة لضبط هذه المسألة. كل ذلك يفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، أبرزها ما هي القوانين والتشريعات المنظمة لمواقف سيارات الأجرة وسير التوك توك، وما هي العقوبات التي يتم توقيعها على المخالفين لتلك القوانين، وما هو دور قانون المرور في ذلك. كما أنه يفتح الباب أيضا أمام تساؤل أهم، وهو دور مجلس النواب كسلطة رقابية في متابعة وتقييم أداء القيادات المحلية، بدءا من المحافظين مرورا برؤساء الأحياء والوحدات المحلية. نشوى عبد العاطي، مساء دريم.
البعض الحقيقة بيتساءل عن فكرة تحديد المسؤوليات فيما يتعلق بالمحليات عموما. وزميلتي نشوى عبد العاطي بشكرها طبعا على أدائها في هذا التقرير، والتفاصيل اللي اتقالت فيه في أسئلة كتيرة الناس بتسألها. يعني ناس تقول لك أنا بلوم التوك توك هو السبب في العشوائية وانتشار الجرائم اللي بتحصل، وبعدين في ناس تانية تقول لك لا، ما هو يعني أي حد ممكن يعمل أي حاجة طالما ما فيش قوانين صارمة، طالما ما فيش تحديد للمسؤوليات. إذا كنا ممكن لغاية دلوقتي هناك ربما بعض الخلط إنه مين مسؤول عن إيه. وأنا الحقيقة دي النقطة الأساسية اللي عايز أبدأ بيها حواري مع ضيوفي الكرام فيما يتعلق بأدوار المحليات في فرض النظام العام، وفكرة أنه ما تبقاش القاهرة الكبرى عبارة عن، أو القاهرة أو المحافظات ما تبقاش عبارة عن جراج كبير. لا، كل حاجة ليها مكانها، المواقف ليها مكانها، سير التوك توك بطريقة معينة ويجب أن يقنن، وأبقى عارفة كل توك توك ده مين صاحبه، مين اللي بيشتغل عليه، كل حاجة تكون متحددة. ده الشكل اللي نفسنا ببساطة نشوف مصر بيه. هل ده ممكن إن شاء الله يتحقق قريب؟ هل الدولة دلوقتي بجد شغالة على ده؟ طب البرلمان بقى هل بيراقب ده؟ طب علماء وخبراء وأساتذة الإدارة المحلية إزاي يشوفوا العملية دي بصفة عامة ممكن تتم؟ خلونا نتكلم في كل الأسئلة دي وأكتر مع ضيوفي الكرام.